بينما تعطلت الحياة بسبب كورونا، تتواجد الإغاثة الإسلامية دائماً في قلب الحدث لتغيث المحتاج كي لا يتألم، لنحميه من المرض، لنكف عنه الأذى. بتبرعك للإغاثة الإسلامية عبر العالم نصل إلى الأشد ضعفاً وحاجة مثل مريم، معاً نرسم البسمة على وجهها. تبرع الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم، تبرعاتكم في أيد أمينة. روحك أمانة، البس الكمامة عشان أولادك الصغار، إلزم نفسك بالدار عشان رضا الوالدين، عقم الإيدين عشان أصحابك الحلوين، ابعد عنهم مترين عشان الكل مسؤول، الوقاية أفضل الحلول. اسمع من الحكومة الكلمة لين ما تمر هالأزمة. هذه الرسالة برعاية كنار تي في، صوت العرب من كندا. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا في لقاء خاص. سنتكلم اليوم على كنار تي في صوت العرب بكندا عن موضوع غريب شوي، يمكن أول مرة نتحدث عنه، لكن بما أنه في أحد أعضاء الجالية العربية والأردنية اللي موجودين في كندا واللي بنفتخر بوجودهم مختص في هذا الموضوع، فقلنا لماذا لا نطرح هذا الموضوع. الموضوع يتكلم عن دراسة التاريخ الخاص فينا. اللي ما بعرف تاريخه الماضي ما بعرف يبني لمستقبله، ما بعرف يبدأ من يبدأ من أين. ممكن إحنا كنا نحكي قبل ما نطلع على الهواء عن أمور كثيرة في موضوع معرفة التاريخ وقراءة التاريخ والتعلم من هذا الموضوع، وهذا شيء جدا مهم. اليوم سنتكلم عن حقبات أو حقبة زمنية مهمة جدا في تاريخ الشرق الأوسط وتأثيرها على ما حدث. وطبعا اللي بدناش نحكي كتير هلا أنا بالمقدمة، ولكن هحكي لكم إنه الموضوع كله فيه فلوس يا جماعة، فانتبهوا لهذه الحلقة وإن شاء الله تستفيدوا معاي المختص الأخ والصديق سالم إشديقات. أهلا وسهلا فيك، حياك الله. الله حيك دكتور جمال، كل الاحترام والتحية إليك وأشكرك على الاستضافة، وتحياتي لكل الجمهور اللي عمال يتابعنا الآن. طبعا أنت أخصائي نقود أثرية. نعم صحيح. ومن هنا انطلق موضوع دراستك للتاريخ ومعرفتك للتاريخ. نعم، أنا الأصل كنت ضابط بالجيش الأردني، استقلت هاجرت لكندا، وحاليا أنا عضو مدى الحياة بالجمعية الأمريكية لعلماء النقود الأثرية، وعضو مدى الحياة بالجمعية العالمية لخبراء أصالة النقود الأثرية. يا عيني، يعني جمعت الفلوس والتاريخ مع بعض، هذا جمعتين، هذا الفن. الحركة الحلوة. طبعا النقود دلت كثير من علماء التاريخ وعلماء الآثار على حقبات زمنية مرت، وعلى الحروب اللي صارت، وعلى السلام، عمليات السلم اللي صارت، وعلى عمليات الهجرة. فكانت النقود فعلا يمكن أهم الأمور اللي أعطت العلماء هدول الطريق لدراسة التاريخ السابق. هو بالتأكيد دكتور جمال، يعني احنا ما نحكي عن نقود أثرية، احنا ما نحكي على انه فقط هي كانت مجرد نقد. القدماء يعني نرجع للعصر الهلينستي والعصر ما قبل الهلينستي، طبعا النقود بدأ الصك فيها تقريبا 650 قبل الميلاد، او اخترعت النقود حوالي 650 قبل الميلاد. النقود كانت عبارة عن دعاية إعلامية، كانت بكونها تنتشر بكل مكان وكان انتشارها سريع بكل مكان. فمثلا كانوا يحطوا الآلهة تبعهم، كانوا يحطوا ملوكهم، انتصاراتهم يخلدوها على هاي النقود، معاهدات السلام زي ما حكيت انت كمان يخلدوها على هاي النقود. مباني أثرية احنا مش موجودة حاليا، يعني احنا عندنا كثير مباني موجودة يعني على النقود اللي صكت بشرق الأردن وغرب الأردن. في عندنا نقود تدل على معابد حاليا مش موجودة، لكن بيوم من الأيام كانت موجودة. يعني هسه مثلا عندنا في جدارة أم قيس، في عندنا على النقود معبد زوس، احنا عندنا زوس، لقينا زوس بس مش لاقيين معبده. اوكي.
طيب سريعا جدا احكي لنا عن شغفك لهذا التخصص قبل ما ندخل في الحقبة الزمنية اللي نحكي عنها، ليش دخلت في هذا الموضوع يا سالم؟ والله دكتور جمال، هي بلشت من الصغر. يعني انا عندنا مزرعة في منطقة جرش، هاي المزرعة كان فيها مغائر قديمة وآثار قديمة، فكنا واحنا صغار نلاقيهم هذول الأنتيكة، وكانوا الناس يعني يقول لك هاي أنتيكة ويرموها. فأنا كان عندي شغف إنه الصور هاي اللي عليها حلوة، صور سفن، صور أشخاص، صور حيوانات، صور معابد وأبنية. فمن هون بلش شغفي فيها، إنه أول قطعة، ولغاية الآن طبعا موجودة عندي، أول قطعة لقيتها في المزرعة وإحنا قاعدين نشتغل بالمزرعة، ونتعرف كنا وإحنا صغار نلم الأحجار ونسقي. فمن هاي لقيت أول قطعة نقدية، ومنها بلش شغفي بالتاريخ. وبعدين انتقلت للمرحلة الثانوية، كان عندي شغف كثير بالإسكندر المقدوني. يعني إحنا نحكي عن شخص بالثلاثينات، لكن من مقدونيا احتل شرق أوروبا، احتل آسيا الصغرى، وصل لأفغانستان، للهند، احتل شرق المنطقة الشرق المتوسط، وصل لمصر وليبيا. فشغفي بهذا الإنسان وبالذات الإسكندر المقدوني هو اللي خلاني فعلا أتوجه لما هاجرت لكندا لعلم النقود الأثرية والاتجار فيها، لأنه برضو عندي شركة أثينا نومزماتكس في كندا، وهي رقم ايش اسمها عفوا؟ أثينا نومزماتكس. اوكي، شركة أثينا نومزماتكس من الشركات الكبرى في كندا، هدفها تعليمي وبرضو بنفس الوقت تجاري. أنا صراحة يعني أهني بني حسن بشخص مثلك أنت، الله يسلمك. يعني هم كل من يخرج من بني حسن لازم يكون فخر لبني حسن، الله وأنت يسلمك. فخر هذه يعني قامة من القامات، نفتخر بك. أنا بصلك. انا طبعا حكيت لك اياها يمكن بوجهك، بس بحكيها برضو للجمهور. من الشغلات اللي شدتني للاستاذ سالم وطلبت ريكوست للصداقه تبعته على على الفيسبوك، كان طريقته في روايه التاريخ والقصص التاريخيه، وخاصه لما يكون في الموقع كان فعلا بعطينا شغف قوي. فشكرا لك على ما تقوم به بالتوعيه. هذا واجب. العفو دكتور جمال، الله يحفظك. احنا زي ما حكينا بدنا نحكي عن حقبة تاريخية في منطقة شرق وغرب نهر الأردن، كانت تسمى ديكابولوس، صحيح؟ الديكابولوس، نعم، اتحاد yes. مدن الديكابولوس. اوكي، احكي لنا شوي عن هذا الاتحاد، ايش ليش صار هذا الاتحاد؟ اول شيء احنا نجي لمعنى ديكابولوس. ديكا هو رقم 10، وبولوس معناها مدينة باليونانية القديمة، فهي بمعنى المدن العشرة. بفترة من الفترات لما بلش انحسار الحضارة الإغريقية بالمنطقة الشرق الأردن وغرب الأردن، اجى بعد بدالها اللي هي الحضارة الجديدة اللي هي الحضارة الرومانية. فالحضارة الرومانية بعثوا القائد أو الجنرال العسكري المعروف اسمه بامبي لمنطقة شرق لسوريا ولا شرق الأردن ولا منطقة فلسطين. فبومبي كان مش حاب انه يصطدم مع الانباط. الانباط كانوا معروف عنهم مشرسين، معروف عنهم انهم محاربين مقاتلين، وكان تحالف الانباط مع الادوميين في جنوب الاردن يشكل نوعا ما انه هاي الصحراء والجيوش الرومانيه مش متعوده انها تخوض او تتعمق بالصحراء، تبعد عن طرق الامداد. فقرر بومبي انه هاي المدن كونه ثقافتها يونانيه، يعني كلها متحدة على دور اسكندر، أصلاً كانت من المدن اللي تنشر الثقافة اليونانية، إنه شكل اتحاد مدن تكون المدينة وما حولها وضواحيها 10 مدن، تكون هذه المدن عبارة عن حاميات عسكرية في مواجهة مملكة الأنباط. فكان نصيب الأردن منها فيلادلفيا اللي هي عمان حالياً، مدينة عمان، ومدينة جراسيون اللي هي جراش، ومدينة بيلا اللي هي طبقة فحل، ومدينة كابيتولوس اللي هي حاليا بيتراس، ومن فلسطين كانت مدينة سكايثوبوليس اللي هي مدينة بيسان حاليا، وبرضو كان مدينة دمشق ومدينة بصرة ومدينة هيبوس في سوريا. فكان فعليا النصيب الأكبر لشرق الأردن وغرب الأردن كمدن كبيرة، مدن كانت ثقافتها يونانية. نعم، بس اللي ما بيعرف الأنباط هم اللي بنوا مدينة البتراء في الأردن، في جنوب الأردن،
في وادي موسى، بس عشان للعلم يعني يكون معروف المنطقة تقريبا. طيب هذا التحالف اللي صار هل أدى إلى فعلا غزوات صارت بينهم ومعارك، ولا بس كان فقط لسد أي هجوم؟ هي كان الفترة هاي كانت فترة، نحن قاعدين نحكي تقريبا 67 قبل الميلاد، 67 قبل الميلاد كانت الحضارة الرومانية لسه يعني بأوج نشوئها، كانت أول مرة تدخل مناطق الصحراء، كانوا متعودين على مناطق سوريا الخضراء وتركيا، فكان بالنسبة لهم أنهم يجوا على منطقة صحراوية منطقة صعبة لهم، فالجيش الروماني كان غير قادر على التأقلم مع الصحراء، فكان أنه لا، هاي الحاميات هذول أولاد البلد، هذول مدركين لطبيعة الجغرافيا ومدركين لطبيعة الأنباط ومدركين لثقافتهم، فالأفضل أنه لا، أنا أجيب ناس يكون من هاي المنطقة ومن هاي البلد يفهم كيف يتعامل مع الأنباط ويفهم كيف يصدهم. لكن اللي صار أنه فعليا ما صارش حروب، بالعكس صار في توائم، لأنه هاي مدن مثقفة جدا، نحن قاعدين نحكي عن جدارة أم الفلاسفة، صحيح. نحكي عن فيلادلفيا مدينة قديمة، من قاعدين نحكي عن مدينة عمرها 3000 سنة، يعني هي ربة عمون قبل ما تكون فيلادلفيا. فلما صارت التحالف هذا، هذا التحالف بالعكس تعاون مع الأنباط، وكان تحالف لمصلحة الأنباط أنه سهل عمليات التجارة لهم، سهل حماية القوافل التجارية باتجاه دمشق وباتجاه منطقة الأيونيا وتركيا وباتجاه غزة، فكانت بالعكس كان الحلف لمصلحة الأنباط، وبرضو عرف الحضارة الرومانية على كثير شغلات هم ما كانوش عارفينها، طريق التوابل وتجارة التوابل وتجارة الملح وتجارة الحرير سوري، هاي التجارات بالعكس عرفت الحضارة الرومانية على منتجات جديدة، على سلع جديدة، فأدت إلى نوعا ما أنه بالعكس صار في عنا تجاذب وليس تحارب أو اختلاف وليس صراع. أهل الأردن دائما كبار، أهل الأردن أنا يعرف الجمهور كويس، جماعة سياسيين طيب احكي لنا كيف عرفنا عن هاي الاشياء من خلال النقود الاثريه اللي وجدناها؟ انت بعت لي شويه نقود، قل لي امتى بدك احطها على الشاشه عشان المشاهد يشوف. يعني احنا المره هاي زي ما حكينا راح يكون هو الحديث عام، الحديث عام عن هاي المدن، يعني راح نطلق ل بشكل عام لوجود بومبي او مجيء بومبي الى منطقه الشرق الاوسط. طبعا بومبي من اشهر القاده الرومان، لكن بنفس الوقت كان هو أحد العبيد عند شخص من سكان جدارة، ابن جدارة، واحد من أولاد مقيس، هرب تقريباً 90 قبل الميلاد بعد ما إجا ألكساندر جنايوس الملك اليهودي وحاصر مدينة مقيس لمدة تجاوز 6 أشهر، فمقيس كانت عصية على اليهود، فعاقبها ألكساندر جنايوس الملك اليهودي اللي هو لقبه العبري يهوناتان هاكوهين هاكودال وهافير هايهوديم، هذا لقبه بالبالو هيبرو العبرية القديمة، فعاقب المدينة بأنه دمرها كاملة، حرقها كاملة، ما خلى فيها، كل من بقي في المدينة أطفال نساء شيوخ قتل كل الناس اللي ما هربوا من المدينة. فكان من حظ ديمتريوس ابن جدارة أنه هرب وهو تاجر كبير، فلما هرب لروما اشترى هذا العبد بومبي، ما كان يعرف انه بومبي هذا بيوم من الايام راح يكون صديق ليوليوس قيصر، وراح يكون زوج اخته ليوليوس قيصر، وراح يكون قائد لامع بالحضارة الرومانية. فديمتريوس لما شاف في عند هذا الشخص مواهب وذكاء وفطنة وبرضه مقاتل، عتقه وصار بومبي اللي احنا نعرفه الان، وحد في مدينة بومبي معروفة في برضه في اليونان على اسمه. فلما اجى بومبي فحكى لبومبي، انا بدي منك شغله يا بومبي، لما تجي على ام قيس ترأف باهلها. اوكي، اهله هاي المدينه صحوا بروما وتركها، وكان والمدينه صارت دمار. فاجى بومبي وجيوشه وقالهم كل السيوف في اغمادها وهبطوا الرماح، يعني احنا مش جايين نحارب، احنا جايين نفوت هاي المدينه اكراما لديمتريوس ابن ام قيس. فلما فات بومبي يعني كان في بقايا سكان بعد ما طبعا الكساندر جنايوس اجى الملك عباده النبطي طرد الكساندر جنايوس، فرجعوا شويه سكان على المدينه،
فاجا ديمتريوس لما حكى له انه هيك المدينه مدمره، ديمتريوس اجا من روما وقام ببناء مدينه جداره كلياتها ام قيس على حساب الخاص. واو مدينه. هذا يبين لك انه في دائما عرفان، في دائما ولاء، في دائما حب، حب الوطن، سواء كانت مدينه سواء كانت قريه، حب الوطن. وين ما تغربت، وين ما رحت، شو ما وصلت، زي ديمتريوس من اكبر تجار روما، ورغم ذلك رجع لمدينته ورجع بناها ورجع عمرها مره ثانيه. فهي من الاشياء اللي صارت مع بومبي. فتوجه بعد بومبي لمدينه عمان فيلادلفيا، وثم توجه الى منطقه فلسطين. كان في حاكم حكام اثنين فيها، في متاثيا انتيغونوي الثاني ووالده ارستوبولوس الثاني، هذول كانوا من اليهود. فأسرهم بومبي ووداهم لروما، وهون بلشت عندنا حقبة ثانية مغايرة تماما. إيجاد المدن العشر كان ضد الأنباط، لكن لما صار هيرود ابن بصيرة بالطفيلة ملك على القدس وملك على فلسطين كاملة، صار في تحالف مع الأنباط، وتزوج من قرايبه، رجع لقرايبه، هو الأصل من بصيرة بالطفيلة، فرجع تزوج بنت من قرايبه، ورجع ناسب الأنباط وناسب الملك حارث الرابع. فالحلف اللي كان ضد الأنباط حقيقة أدى إلى أبناء البلد ما يخونوا بعضهم، أبناء البلد حنوا لبعضهم زي ما يقولوا، وتكاتفوا مع بعضهم. بالعكس، بدل ما يكون مسيء للأنباط أصبح من مفيد للأنباط، وتوسعت الأنباط. وهذا الكلام ممكن نتعلمه من التاريخ. يعني دائما إحنا لازم بغض النظر عن غرباتنا وخروجنا، لازم نكون أوفياء لأهل بلدنا، وإن شاء الله رب العالمين نكون أوفياء لأهل بلدنا. يعني من هاي العبرة الكبيرة اللي لازم نتعلمها من مامر. يعني الأنباط كانت دولة قوية بشكل رعب بالنسبة للرومان في هذاك الوقت. طبعا، لأنه المملكة النبطية ما نقدر نختزلها بالبتراء أو مدينة البتراء. المملكة النبطية امتدت لمنطقة العلا وسكاكا والجوف في السعودية حاليا، وامتدت لجنوب فلسطين كاملة مع غزة لسيناء، كل سيناء وجنوب فلسطين، بالإضافة لجنوب الأردن، بالإضافة إلى وادي سرحان اللي موجود حاليا تقريبا شمال السعودية، بالإضافة إلى أجزاء من العراق. مملكة الأنباط كانت قبل الدخول الروماني كانت وصلة لدمشق. مدينة دمشق كانت تابعة لمملكة الأنباط. واو. فمملكة الأنباط ما كانت، إنه ما نقدر نختزل الأنباط أو حضارتهم فقط في البتراء. عندك مدن، أجمل مدن الأنباط موجودة في جنوب فلسطين اللي هي مدينة عبدات حاليا في صحراء النقب. عندك مدينة الحجر اللي هي مدائن صالح في السعودية. عندك مدن زي مدينة أم الجمال، زي عندك بالمفرق الفدين، عندك بصرة أصلها كان نبطي، مدينة تدمر. حتى في روايات أو في وثائق تاريخية تدلنا على أنه التدمريين أصلاً حضارتهم ترجع للحضارة النبطية. أوكي، يعني وصلت إلى أقصى شمال سوريا تقريباً. وصلت لتقريباً وسط سوريا ومنطقة الشرق لغاية مدينة الرمادي في العراق. واو، مملكة كبيرة طبعاً. مملكة نعم كبيرة. أتوقع هذا السبب في تشابه بعض الآثار اللي موجودة في مدينة العلا السعودية بما موجود في البتراء. يعني نعم، هي نفس الأيدي، هي نفس الفن، هو نفس الإنسان اللي صنع البتراء ونحتها، هو نفسه اللي نحت مدينة العلا. نعم، طبعا اللي ما راح على مدينة البتراء يا جماعة، هي تعتبر من أهم المراكز السياحية اللي ممكن زيارتها في العالم، ما بدي أحكي في الشرق الأوسط، العالم، بسبب ضخامة وعظامة هذه المدينة. هي مدينة احنا دائما بنشوف فقط الخزنة اللي هو المبنى الأول هذا، لكن لما ندخل لجوة يعني في حوالي، أنا قصت حوالي 22 كيلو إلى أن تطلع إلى المذبح في الأعلى. فمدينة جميلة جدا 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 رائعة، ولا زال يوجد فيها ناس ساكنين من أهل المنطقة، من السكان الأصليين عايشين قريب من المدينة وفي بعض الأماكن في المدينة. طيب، صارت من عجائب الدنيا السبع بحكيونا. نعم، نعم، من عجائب الدنيا السبع اللي صنعها الإنسان. صدق. طيب، خلينا نبدأ في أول مدينة اللي هي
فيلادلفيا، مش فيلادلفيا أمريكا، فيلادلفيا الأردن. نعم. مدينة عمان في القطعة النقدية هاي، طبعا القطعة النقدية هاي تبين لك إنه المدينة اللي في عندنا عصا هيركوليس الموجودة على الخلف، وعندك الأحرف FILA بالإغريقي. أنا حكبرهم شوي. والآلهة نايكي اللي هي آلهة النصر موجودة على الجهة الثانية. معروف عن مدينة فيلادلفيا إنه الأصل فيها هي بنيت بعهد كفيلادلفيا بعهد الملك بطليموس الثاني حوالي 285 قبل الميلاد. بنيت على مدينة قديمة اللي هي مدينة عمون أو ربة عمون، اللي هي المدينة العمونية القديمة، يعني المدينة قبل ما تكون فيلادلفيا وقبل ما تكون مدينة إغريقية هي ربة عمون. وربة عمون كانت تشمل مجموعة قرى، مش إنه بس يعني بعين الباشا في لها توابع، بالقسطل في لها توابع، بأبو علندة في لها توابع، باليدودة، بجبل القلعة. فمدينة فيلادلفيا كانت مدينة ممتدة. وما ننسى نهائيا إنه أقدم حضارة في العالم وأقدم سلطنة في العالم موجودة في مدينة عمان اللي هي عين غزال بين عمان وبين الزرقاء. هاي المستوطنة اللي عمرها 7000 قبل الميلاد، يعني عمرها 9000 سنة. هاي أقدم مستوطنة في العالم. نعم، بالعالم كله أقدم مستوطنة اكتشفت إنه الإنسان بعد الإنسان بالعصر الحجري كانوا الناس عبارة عن يعني مجموعات صغيرة وعايشين بمغر، عايشين بالصحراء. لكن عين غزال أثبتت أنه الإنسان الأردني الأول من أكثر، أول إنسان اكتشف معنى أنه يكون في عندك مجتمع، معنى أنه يكون عندك قرية، معنى أنه يكون لها أسوار، معنى أنه يكون في لك بناء، أنه هذا مكان ثابت، استيطان وليس بدو رحل، وليس أنك تنتقل من مغارة لمغارة ولا من مكان لمكان. فأول استيطان بشري بعين غزال، أول استخدام للكلي ومادة الجص كانت في عين غزال، والتماثيل عين غزال المشهورة الموجودة حاليا بكل مكان، باللوفر تاع دبي، في بريطانيا، في الأردن، في متحف الأردن في منطقة راس العين، وبأمريكا وبكل مكان في تماثيل من تماثيل عين غزال، تدلك على أن الإنسان الأول أو الإنسان الأردني كان من أقدم وأول إنسان فعليا يتحضر أو يتجه نحو الحضارة، يتجه نحو أن يكون عايش ضمن المجتمع. يا عيني، يعني هاي معلومة صراحة أول مرة بسمع فيها، ومعلومة مهمة جدا. يعني هنا بنروح اللي سكنوا بعمان بروحوا بنزلوا على عين غزال، بس عمره ما فكر بشيء مثل هذا، يعني في منطقة عظيمة مثل عين غزال. يعني أعطيك العافية والله، هاي معلومة أنا أول مرة أعرفها. طب ليش سميت فيلادلفيا سريعا؟ يعني بس فيلادلفيا معناها أخوة المحبة أو محبة الأخوة. فبطليموس الثاني 285 قبل الميلاد كان متزوج من أخته البطالمة، طبعا هم يعودوا إلى اسكندر المقدوني، أحد جنرالات اسكندر المقدوني اللي هو بطليموس الأول. فلما إجا ابنه بطليموس الثاني صار في عنا حروب بين البطالسة، بعد ما مات الإسكندر توزعت إمبراطوريته، فالسلاسكة أخذوا شمال الأردن وأخذوا شمال فلسطين، البطالمة أخذوا لغاية غزة ومصر كاملة. فبلشت الحروب بينهم بعد وفاة الإسكندر على دور بطليموس الثاني وأنتيوخوس الثاني العظيم. فانتصر بطليموس الثاني، احتل منطقة عمان واحتل منطقة فلسطين كاملة، ووصل لغاية الجولان، ووصل لجنوب لبنان، فأسس مدينة بده يكرم زواجه لأخته ويكرم محبته لأخته اللي هي أرسنوي، الملكة أرسنوي، فأسماها فيلادلفيا، معناها فيلا محبة، دلفيا الأخوة. فهي محبة الأخوة أنشأ أول حضارة هيلينستية بمعنى كلمة هيلينستية داخل الأردن عن طريق مدينة عمان. أوكي. وهل اختيرت هاي المدينة لأنها جبلية كتكون أول، يعني مدينة عمان تعرف جبال، فهل هذا كان سبب في اختيارها كحصن ضد الأنباط؟ بالفترة هاي ما كانش إنه اختيارها كحصن ضد الأنباط في فيلادلفيا. بالفترة هاي كانت عبارة عن حروب بين البطالمة والسلاسكة، الإغريقيين السوريين والإغريقيين المصريين، فدخلوا على البطالسة على فيلادلفيا على شرق الأردن واحتلوها. بهاي الفترة كان الأهم شيء عند البطالسة نشر الثقافة الإغريقية،
يعني حتى الإسكندر من لأنه تنساش أنه تلميذ أرسطو وتلميذ أفلاطون، فالزلمة كان عنده حب أنه ينشر الثقافة الإغريقية. بطليموس الثاني هو اللي أسس مكتبة الإسكندرية، هو اللي جمع كل علماء فارس والهند وجمع كل الكتب الموجودة وحطها في مكتبة الإسكندرية. يعني كان إنسان متفتح، إنسان يحب ينشر الثقافة الإغريقية، فجعل من عمان فيلادلفيا، جعل وبرضه أم قيس جدارة جداريوم، وجعل من جرش وبيلا وأبيلا جعلها مراكز لنشر الثقافة الإغريقية. وحتى نعم، فهذا كان الهدف، نشر الثقافة فيها كمان، نشر الثقافة وبنفس الوقت امتداد لحضارة البطالسة على حساب حضارة السلاسكا، امتداد الأرض، الحاجة إلى يعني مصر كان اعتمادها الرئيسي على القمح وعلى ما تنتجه الأرض المصرية. فلما توجهوا البطالسة لهذه المناطق شافوا أنه لا، في عندك رمان، في عندك زيتون، في عندك عنب، في منتجات جديدة تضيف للحضارة البطلمية، تغذي السوق البطلمي بدل ما يستوردوه من السلاسكة لأنه صار بينهم حروب. فلا، أنه أنا أحتل الأرض وأنا اللي أزرعها وأنا اللي أخذ خيرها بدل ما أشتريها من مملكة ثانية أو إمبراطورية ثانية. نعم، ظل هذا الحكي. طبعا يعني احنا عندنا الحرب السورية، الحرب بين البطالسة والسلاسكة حروب عدة، كان الحرب السورية الأولى والثانية والثالثة، ظلت الأردن وفلسطين يروح بين البطالسة وبين السلاسكة لغاية بومبي 67 قبل الميلاد. 67 قبل الميلاد بلشت الحضارة الرومانية وأنهت كل الحضارات الإغريقية أو كل الممالك الإغريقية. وفي هذاك الوقت تأسست ديكابوليس. في وقت بومبي تأسست ديكابوليس، اتحاد المدن العشر، وزي ما حكينا قبل شيء أنه كان الهدف ضد الأنباط، لكن حقيقة بالمحصلة أولاد البلد تكاتفوا مع بعضهم، أولاد جدارة، لأنه لا ننسى أنه قبل عهد الرومان كانت كل هاي المدن تابعة للأنباط، وكان كلها سواء أم قيس لغاية دمشق كلها تتابع الأنباط. فما هان على أولاد البلد أنهم يحاربوا بعض عشان الرومان، فكانت بالعكس مشجعة للأنباط وفتحت أسواق جديدة للأنباط وقوت من مركز الأنباط. طب أهم مدينة من هاي المدن هل كانت جدارة أيامها ولا فيلادلفيا؟ لا، هو أيامها كانت جدارة. نعم، جدارة كانت مدينة الفلاسفة، كانت مدينة العلم، كانت مدينة يعني جدارة. تستغرب أنه أحد فلاسفة جدارة هو أنشأ المدارس الفلسفة في اليونان نفسها. فأولاد جدارة كانوا مشهورين بالفلسفة، طبيعة المنطقة، جمالها، هدوءها، ارتفاعها، المي اللي فيها، الخضار، كل هاي العوامل ساعدت على أنه أبناء جدارة يكون عندهم حس مرهف زيادة عن اللزوم وتعمق بالطبيعة زيادة عن اللزوم واندماج مع الطبيعة، مما أدى لإنشاء المدارس الفلسفية كلياتها. وفي عندي من الشغلات اللي دائما أحبها في جدارة اللي هي كتابة على أحد القبور. يعني شوف كيف الشعب اللي كان في جدارة يفكر هذاك الوقت، إنه هي أنت أيها المار من هنا، كما أنت الآن كنت أنا، وكما أنا الآن ستكون أنت، فانهل من نعيم الحياة ما استطعت. هاي موجودة في متحف جدارة لغاية الآن. واو واو واو، عدلنا إياها لأنه هاي يعني عن جد مقولة فعلا لازم نعتبر فيها. تفضل. اسمه أريابولس القائلها على قبره، فكاتب على قبره، وهي الكتابة موجودة حاليا في متحف أم قيس: هي أنت أيها المار من هنا، كما أنت الآن كنت أنا، وكما أنا الآن ستكون أنت، فانهل من نعيم الحياة ما استطعت. يا عيني، حكمة صراحة رائعة. فهذا يبين لك أنه قديش الإنسان اللي عاش بذاك العصر كان إنسان منفتح، إنسان مفكر، مش زي ما يعني كثير ناس يقول لك والله الأردن شو كانت مثلا قبل 500 سنة، فلسطين شو كانت قبل 400-500 سنة، كانت حضارة عظيمة، كانت حضارة قوية، كانت حضارة أثرت بالعالم كلياته. وما ننسى دائما، أنا أحكيها، أنه ما ننسى أنه واحد من أبناء الطفيلة، طفيلي هيرود أغريبا، هو اللي عين إمبراطور روما. واو. إمبراطور روما عين واحد طفيلي.
اللي هو الامبراطور كلوديوس تقريبا 46 ميلادي. ما ننسى برضو انه بعهد الهيروديين، العائلة الهيرودية يعني اقوى حضارة، واللي اثرت حتى على المستقبل لغاية تدمر، واللي اثرت في زنوبيا حاكمة تدمر اللي هي كانت الحضارة الهيرودية. أولاد الأسد بصيرة يعني لو تروح هتلاقيها عبارة عن ردائم، صحيح ما فيها معالم نهائيا، لكن هاي القرية الصغيرة اللي هي بصيرة طلعت عباقرة وجهابذة عسكرية، طلعت يعني حتى تخيل معبد بعلبك اللي عملوا واحد من أولاد بصيرة، المعابد اللي كانت في فلسطين كلياتها، والمدرجات الرومانية ومدينة هيروديوم صواها واحد برضو من أولاد بصيرة. كانت الحضارة وصلت الحضارة إنه الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، حتى أرمينيا كلياتها ممالك مستقلة ضمن الحكم الروماني بأبناء من شرق الأردن ومن منطقة تحديدا بصيرة. يعني تحية لأهل الطفيلة العظماء، يعني الطفيلة العظماء جدا، يعني هم قد يكون في يعني تفكير دائما انه انا مثلا من منطقة او لا، احنا نفتخر بالجميع ولكن التاريخ يقول لنا الكثير. يعني طيب احنا هاي عمان انتهينا منها، ننتقل للمدينة اللي بعدها. نعم طبعا احنا بنعطيكم المختصر، لكن الاستاذ سالم عنده قصص كثيرة، يمكن بدها حلقات وحلقات، ان شاء الله حيكون عندنا سلسلة معها. هذه المدينة الثانية اللي هي جراسة. نعم مدينة جرش. طبعا اللي هي جرش. الامبراطور اللي ظاهر على القطعة اللي هو الامبراطور هيدريان، هيدريان زار جرش، والبوابة الموجودة سموها بوابة هيدريان كانت تكريما لزيارته، تقريبا كانت 132 ميلادي، 132-136 ميلادي. فالامبراطور روما اجى على مدينة جرش. على الجهة الثانية الآلهة أرتيمس، الآلهة أرتيمس كانت متعلقة بمدينة جرش. كل مدينة بالعصر القديم كانت يكون فيها آلهة مخصصة فيها، فجرش كانت آلهتها المحبذة اللي هي الآلهة أرتيمس. منطقة صيد، منطقة كان فيها غزلان كثير، فلذلك ارتبطت الآلهة أرتيمس في جرش. طبعا جرش الأساس فيها هي تأسست على دور الإسكندر المقدوني بتقريبا حوالي 330 قبل الميلاد. الإسكندر المقدوني بعد ما غزا مصر وانتهى من حكم مصر رجع هو وجنوده، كان عنده قائد اسمه أنتيغونوي، فقال لأنتيغونوي يعني في عندنا عسكر جايين من مقدونيا وصارنا 10 سنوات نحارب، وصلوا الهند، وصلوا أفغانستان وإيران، فهذولا بدنا نريحهم. فمعنى جراسيون معناها كبير السن او الرجل كبير السن. اوكي. فجمع الاغريق هذول، شاف كان في نهر جرش يعني سموه النهر الذهبي، لانه اذا تعرف تراب جرش الرمل الصويرح تبعها لونه ذهبي، فلما تكون الميه فوقي يلمع، فكانه تحس انه ذهب تحت المي، فكانت سموها المدينه على النهر الذهبي. لما حطوا المسنين فيها هذول سموهم جراسيا او جراسيون، ومعناها زي بيت المسنين. اوكي يعني تقاعد، يعني كيف على السلامه اقول لك والله تروح تقاعد تلاقي لك جزيره هيك، تروح تقعد في مدينه هيك كلها متقاعدين وتكون الرايقه والجو حلو، فهواها كان حلو، طبيعتها كانت حلوه، فلذلك اختاروا منطقه جرش انها تكون، عشان هيك اهل جرش معدنهم ذهب. لا معدنهم ذهب اكيد على عين الراس الجرشيه. فمن هنا بلشت تقريبا 332 قبل الميلاد. في عندنا اللقطه الاثريه تدل على انه خارج اسوار المدينه الحاليه كان في مستوطنات بشريه قديمه ترجع ل 700 قبل الميلاد، ل 1000 قبل الميلاد، لكن مستوطنات مش بهذاك الحجم الكبير. فلما اجوا هذول الاغريق العسكر الجنود الاغريق، طبعا كانوا ما يجوش لحالهم، كان معهم كل سبايا، معهم يعني معهم سيدات، فأنشأوا المجتمع أول مدينة بهذيك المنطقة وسموها مدينة المتقاعدين. صارت الناس اللي حواليهم تلتم على تقرب، تعرف يعني في مركز حضاري وهذول أغريق وكلاتهم كانوا يتحدثوا الأغريقية وأصول أغريقية، فصارت الناس اللي حواليهم تتقرب إنهم. نشأت مدينة جرش،
أصبحت بفترة يعني هي مدينة رومانية بحتة، إغريقية بحتة، جذورها إغريقية، لكن بالعهد الروماني لما إجا بامبي ضمها لتحالف ديكابولوس وأصبحت من ضمن مدن ديكابولوس، وكانت بالنسبة هي طريق تجاري لشمال سوريا، يعني من جرش تطلع لأرابيلا اللي هي إربد، لأبيلا اللي هي بيت راس شو اسمه مدينة حرثة، ومن ثم إلى بصرة وأذرعات وصولا إلى دمشق وصولا إلى شمال لأنظول. أنا بس بدي سريعا أعرج على مدينة جرس اللي ما زارها، هي من المدن الرائعة، يعني حتى معظم المطاعم الجميلة في الأردن بتلاقيها على طريق جرش، لأنه المنظر الجميل الشاعري المريح هيك، ففعلا يمكن اختيارها كان للكبار السن قد يكون حسن الاختيار يعني. أو هواها دائما حلو وأهلها طيبين، يعني جرش من المدن المريحة. فظلت جرش لما عهد بومبي أصبحت الآن بعد تحالف الأنباط مع هاي المدن، بعكس رغبة الرومان وبعكس ما كان بدهم الرومان، أصبحت تمثل طريق تجاري للأنباط ومركز استراحة للأنباط. وظلت بالحروب بعدها، صار في عندنا الحروب الرومانية اليهودية اللي هي حرب تقريبا 67 قبل ميلادي، بعد الإمبراطور تيتوس وفسبيسيان ودوميشيان. كانت مدينة جرش تعتبر فيها حامية عسكرية كبيرة، فساهمت بهاي الحرب. الأنباط ساهموا بهذيك الحرب، كان في عندنا 10,000 جندي نبطي استرجعوا القدس ودمروا المعبد اليهودي فيها، وطردوا اليهود منها. هذيك الفترة كانت أكبر طرد لليهود فعلا بعهد الإمبراطور تيتوس وأخوه دوميتيان والدهم فسبسيان. فجرش أصبحت منطقة نشاط، منطقة موقعها الجغرافي ساعد كثير أنها تكون منطلق وتتوسع أكثر وتجمع قرى حواليها. وكانت برضو الزراعة، زراعة العنب مشهورة في جرش، زراعة الزيتون. ففي احنا دائما في عنا نوعا ما مناظرة يقول لك انه مدينة جرش الرومانية، لكن لما تجي على الجرش مثلا هذا العمود بناه فلان الفلان الجرشي، تجي على هذا المعبد بناه فلان الفلان على نفقة فلان الفلان الجرشي. في فرق بين انك تقول هاي مدينة رومانية او بنيت على الطراز الروماني. الرومان تواجدهم في الاردن وفلسطين كان عبارة عن حاميات عسكرية لا تتجاوز عددها، يعني فيلق فيلقين، يعني تتكى على 4,000 5,000 عسكري 10,000 عسكري روماني. لكن فعليا المدن بنيت بايد ابنائها، صح طراز روماني، ستايل تبع ستايل روماني، اخذوا ستايل الروماني لانه الرومان كانوا حابين انه ستايلهم يكون منتشر. لكن فعليا هي مدن أردنية أو مدن فلسطينية على الطراز الروماني، لأنه انبنت بأيدي أبنائها وانبنت من خلال هندسة أبنائها وفلوس أبنائها نعم. إحنا سريعا بس في عندنا بعض الضيوف بيسلموا عليك ومش حابب أكسفهم، لأنه فعلا في منار بتقول والنعم من بني حسن والشيوخ. والله والله نعم منك يا منار الرباضي. الأخ حسام عادي بقول 100 مساء على الناس الطيبة، أبو مريم وأبو آدم العزيزين، حبيبنا الشاعر، شاعرنا وأديبنا. والله إله وحشة ترى. والله نوال بتقول يسعد مساكم دكتور جمال وأبو مريم، حياك الله. مساك يا نوال. نوال في عندنا كنا عندها منسف نوال. والله بتستاهل كل خير يعني نوال. ماجد سلامي إلى أصدقائي عادل وسلام الربضي وإخواتي وداد وجمان الربضي من جامعة البصرة. أهلا وسهلا فيك يا ماجد، حياك الله. تحياتي يا أخ ماجد أبا يزن. ماجد والنعم فيه. طبعا منار بتحكي إم خليل وأرتيموس أحسن مطاعم الجرش، يعني حتى مسميين مطعم باسم قائد قديم يوناني، الآلهة القديمة. نعم. طيب المدينة الثالثة اللي بدنا ندخلها اليوم، طبعا بس سريعا نذكر عن مدينة جرش. مدينة جرش فيها يعني من اللي بدخل بروح بجرش
المدينة الأثرية داخل المدينة الحديثة الآن، فأنت تستنشق جمال الحضارة مع جمال الماضي مع بعض، يعني الاندماج هذا مش صحيح. طبعا في سؤال، ما صحة وجود كنز لإسكندر المقدوني؟ I think إنه قصده في الأردن. هاي أنا كتبت فيها مقال كبير صحة وجود الإسكندر المقدوني. يعني قبل الإسكندر المقدوني أخذوا معاه بطليموس الأول لمصر الإسكندرية، وكان يعتبر مزار للمقدونيين ومزار للبطالمة، إنه اللي هو لأنه بفترة من فترات تم تأليه الإسكندر المقدوني. طبعا عبر التاريخ احنا عندنا أدلة دامغة وعندنا كتابات ووثائق تاريخية تدل على انه بطليموس التاسع والعاشر صار في فقر بالإمبراطورية البطلمية، فاضطروا انهم يدخلوا على قبر الإسكندر في الإسكندرية ويأخذوا بعض مجوهراته وبعض الذهب الموجود والفضة ويذوبوها عشان يحسنوا الاقتصاد المملكة البطالمة. يعني احنا قاعدين تقريبا نحكي بحدود 80 قبل الميلاد. والتاريخ يحكي لنا انه لما اجى يوليوس، لما اجى اوكتافيوس اوغسطس بعد دحره لكليوباترا ومارك انتوني بمعركه اكتيوم 46 قبل الميلاد، لما اجى على الاسكندريه كان مارك انتوني متوفي وكانت كليوباترا منتحره، فيحكوا له انه ليش ما تزور قبور البطالمه؟ قال هذول اشخاص، انا بدي ازور قبر الاسكندر. فاوغسطس ايضا زار قبر الاسكندر، فزار قبر الاسكندر في الاسكندريه. على دور الإمبراطور كاليجولا تقريبا 36 ميلادي، كاليجولا المجنون إجا زيارة لمصر ودخل على قبر الإسكندر وأخذ الدرع، درع الإسكندر من قبر الإسكندر، وهذا موثق تاريخيا. يعني قالوا له إنه يعني كيف أنت تفوت على مكان مقدس زي هيك عشان تيجي تأخذ الدرع، لأنه كان مهووس بالإسكندر. عنا على دور الإمبراطور كاراكالا 217 ميلادي، اللي هو ابن الإمبراطور السورية الأصل جوليا دومنا وابن الإمبراطور سيبتيموس سيفيروس العربي الأصل، عندنا أباطرة اثنين عرب وصلوا لإمبراطورية لسدة الحكم الإمبراطورية الرومانية اللي هم سيبتيموس سيفيروس وفيليب العربي ابن الشهبة في منطقة جنوب سوريا. فكاراكالا برضو دخل على إجا على الإسكندرية وزارها وشاف إنه القبر مهان شوية، فقام بشرح النداء تبعه وحطها على قبر الإسكندر وشرح مجوهراته وخواتمه وحطها داخل تابوت الإسكندر. فتاريخيا وعندنا أدلة كثير وعندنا وثائق كثير وعندنا وقائع كثير تدل على أنه قبر الإسكندر لا يمكن ولا بأي شكل أشكال يكون بالأردن، لأنه الأردن هذيك الفترة شرق أو شرق الأردن كان تحت حكم مملكة الأنباط، ما كانش تحت حكم الإغريق. يعني هو أنت بس عمان يعني بالتقريبا 285 قبل الميلاد اللي صارت ضمن مملكة الإغريق، لكن قبل هيك لغاية دمشق كانت كلها مملكة نبطية. كيف بدك تروح تجيب واحد زي إسكندر المقدوني وتدفنه عند ناس أغراب بمملكة غريبة؟ فالحكي غير منطقي وغير عقلاني. في فيديوهات كثير وفي حكي كثير لكن كلها مخالف للوقائع. نعم نعم، يعني أعتقد جواب وافي، الله يعطيك العافية. هذا المدينة الثالثة صحيح؟ نعم، هذه مدينة أم قيس. أوكي. هذا احنا نسميها وحدة تتدرخمة، تتدرخمة اللي هي اللي كان طفلة. اسمها جدارة. جدارة نعم. جدارة يس. كاراكالا هذا اسم القائد صحيح؟ كاراكالا هو الإمبراطور اللي حكينا إنه قبل شوية أمه سورية جوليا دومنا. ووالده عربي اللي هو سيبتيموس سيفيروس. طبعا في عيلة لبنانية كاراكالا. ما كاراكالا الأصل يعني فعليا كثير، حتى في مسارح باسم كاراكالا، فرق غنائية باسم كاراكالا. يعني كاراكالا من النوع اللي كان له شخصية طاغية محارب، وصل جنونه بالإسكندر المقدوني إنه صار يحاول يكون زيه، يلبس زيه، يتصرف زيه. يعني إحنا شايفين كاراكالا الإمبراطور ماسك الرمح وبإيده اليمين وبإيده الشمال ماسك درع حربي، وعلى الدرع الحربي في آلهة نايكي، ولاحظ إنه كمان مكتوب بالإغريقية وليس بالرومانية، مش باللات يعني مكتوب الكتابة إغريقية.
لقب الإمبراطور، الإمبراطور كاراكالا أغسطس. والجهة الخلفية طبعا هون لابس إكليل الغار ومبين لحيته، والزلمة كان شرس شوية كاراكالا. والجهة الثانية نسر واقف اللي هو النسر الروماني، وتحته في جدلة وعليها الثلاث آلهة اللي هم الآلهة هذول آلهة المحبة سموهم the gracias. يكونوا هذول دائما آلهة الرقص والغناء والطرب. فهي مرتبطة برضو بجدارة، لأنه جدارة كانت معروف عنها أنها منطقة الهدوء والطرب والفرح والمرح، فلذلك رمزهم كان الآلهة الثالث. طيب طبعا مدينة جدارة الآن أو اللي هي ليست بالمدن الكبيرة اللي موجودة في الأردن تعتبر. مقيس حاليا يعني أول شيء نحكي إنه هاي القطعة تقريبا سكت 217 ميلادي، يعني قبل 1800 سنة تقريبا. تخيل 1800 سنة وكان عندهم هذا الفن. جدارة حاليا مقيس زي كل المدن الأردنية، إحنا كل المدن الأردنية أقيمت على مدن سابقة. يعني لما يجوا زمان على بالعهد العثماني، فبدل ما يجي يقص الحجار ويقلب حاله، يجي وين في خرائب، وين في ردائم، الحجار مقصوصة لكن مهدومة، فيستصلح هاي الحجار. في أبنية كانوا يستصلحوها كاملة، يعني زي أم جمال، زي أم قيس، في كثير مباني قديمة تم استصلاحها بشكل كامل، وحتى الأرضية الفسفسائية خلوها زي ما هي. فحاليا أم قيس لا تقارن مع أم قيس بالسابق. قيس طبعا هي من المدن اللي نقدر نقول انها اغريقيه بحته، كمان نشاتها قبل تقريبا 350 قبل الميلاد، ما فيش عندنا اي دلائل لوجودها. بلش ذكرها تقريبا 350 قبل الميلاد، ونشات على كانت من المدن، من اهم المدن اللي قامت بنشر الحضاره الاغريقيه. بس لحد الان في مكان اثري موجود اللي هو الاثار هاي اللي موجوده على في مقيس؟ نعم، لغاية الآن موجودة الأثار هاي. ولغاية الآن إذا تروح على أم قيس، أهم إشي عندهم كانت الآلهة مرتبطة فيهم اللي هي الآلهة تايكي. تايكي حامية المدينة، فزي ما شفنا قبل شوي حتى الدرع كراكالا الإمبراطور في عليه الآلهة تايكي واقفة، دلالة على هذا رمز من رموز المدينة أو رمز قوة للمدينة. نعم، واللي ما راح على أم قيس يا جماعة، طلت الطلة هاي اللي في أم قيس، وانت بتطلع على طبرية وبالتالي تطلع على فلسطين، يعني تعتبر من أجمل الأماكن اللي ممكن تروحها. طيب خلينا نحكي على المدينة اللي بعدها، هاي المدينة صحيح؟ نعم، هذه مدينة كابيتوليس. كابيتوليس طبعا هي بيت راس حاليا، تجي لشمال من إربد. كابيتولوس أقدم أثريات فيها دلنا على أنه بنيت تقريبا أيام بداية دخول الرومان وتجاههم باتجاه الأباط. مملكة الأباط ظلت مستقلة لغاية تقريبا 106 ميلادي، فكابيتولوس تقريبا أنشئت بحدود 105-104 ميلادي بعهد الإمبراطور تراجان. مرتبطة هاي المدينة بالإسكندر المقدوني، فإحنا نلاحظ يعني على الجهة الشمال اللي هو رأس الإمبراطور ماركوس أوروليوس، هذا هو ماركوس أوروليوس على اليسار، وعلى اليمين رأس الإسكندر المقدوني. أوكي. فتم ربطها بالإسكندر المقدوني. طبعاً بيت رأس بدايتها كانت حامية عسكرية. هاي حامية عسكرية لما تكون دائماً زي كيف السالم، يكون في مخفر شرطة الناس تحب تحتمي فيه وتسكن حواليه. صحيح. بلش كحامية عسكرية، بلشت الناس تسكن حواليه. بالعهد الروماني ازدهرت بشكل ملفت للنظر، يعني حتى القبور اللي فيها في كابيتولوس في بيتراس من أجمل الفن الروماني الموجود خارج في منطقة الشرق الأوسط كاملة. الرسومات تبين لك كيف الناس تزرع العنب، كيف يعصروه، الحياة اليومية للمزارع وللمواطن اللي كان عايش في مدينة بيتراس. فمن المدن المهمة جداً، ومن مدن ديكابوليس اللي كان لها موقعها استراتيجي جدا، كونه بعد جرش وبعد جدارة بعد مقيس بدك تتوجه نحو بصرة. بصرة كانت حامية عسكرية كبيرة، لازم تمر في مدينة بيتراس. طب أنا بدي أسأل عن نوع المعدن اللي أنتجت أو سكت منه هذه
القطعة النقدية، هل هو نفس المعدن في السابق بس التصوير اللي اختلف، ولا لأنه اللون بيختلف اختلاف كلي؟ اللي قبل هاي كانت فضة، تتر ضخمة فضة، من الفضة نسبة الفضة كان فيها تقريبا 60% و40% برونز، أما هذه 100% برونز. اللي أمامنا الآن 100% برونز. أوكي. فهذا سبب اختلاف اللون. الفضة كانت أيامها أغلى ولا البرونز؟ لا أكيد الفضة أغلى. أوكي. فبقيت اللي هو التقليد إنه ذهب برونز فضة يعني من هذاك الوقت. من هذاك الوقت نعم، الذهب أولا الفضة، وفي كان مادة اسمها مادة الإلكتروم، الإلكتروم خليط بين الفضة والذهب، ومن ثم الفضة ومن ثم البرونز. طيب المدينة اللي بعدها أبيلا. أبيلا طبعا في عنا منطقة قريب لبيت راس اللي هي حاليا اسمها حرثة. حرثة كان اسم القديم مدينة أبيلا، وفي ناس يقول لك قنوات أو أبيلا، لكن هي فعليا كان اسمها أبيلا. هاي برضو القطعة للإمبراطور كراكلا 217 ميلادي، تبين لنا المعبد اللي كان موجود. تخيل هاي البناء الحالية مش موجود، لكن هاي القطعة دلنا على أنه بوقت من الأوقات كان عندنا معبد ضخم جداً، وهذا المعبد كان له أبراج وله زي مثلث فوقي مغطيه وأعمدة، ويعني معبد ضخم بشكل مميز أنه ضخم. فهذا الدليل التاريخي على أنه المعبد وجد، وهذا الدليل التاريخي يورجينا كمان كيف كان شكل المعبد من الأمام. يعني المظهر الخارجي للمعبد كيف كان. لهيك نحكي أنه النقود الأثرية مش بس كانت نقود، هي كانت توثق لمعابد، توثق لمعاهدات، توثق لأشياء تاريخية مهمة. حتى أحيانا الزواج، لما يتزوج ابن الإمبراطور يقولوا أنه تزوج، لما يجي ولد يقولوا جاء ولد، فكله هذا يوثقوا بالنقود الأثرية. يعني صراحة أعتقد أنه هون طريقة السق تبعت النقود يعني جدا مثيرة، أنه يعني تكنولوجي يمكن هلا احنا بنستخدم اجهزه ونستخدم اشياء، لكن يعني دقه في التفاصيل. عندهم قطع فضه صغيره تقريبا وزنها نصف جرام، نصف جرام فضه، ورغم ذلك يرسموا عليها رسومات رائعه جدا. انا صراحه مبهور من هذا الرسم، يعني صراحه شيء رائع. طيب وهذه المدينة الآن حاليا، أنا ما رحتها صراحة حرثة، بس كيف مدينة صغيرة هي أعتقد يس؟ وهي لما تجي عليها حالي. لا حاليا حرثة مدينة كبيرة. أوكي. لكن المشكلة الأثار تبعها، الأثار طبعا كل الأردن شرق الأردن تعرض لزلزال ضخم حوالي 575 ميلادي. هذا الزلزال دمر كثير من مدن الأردن، دمر جرش، دمر أم قيس، دمر معظم المدن الأثرية القديمة، دمرت بهذه المرحلة. في ناس أعادوا البناء، وفي ناس تركوا الردائم زي ما هي، وهذه كانت فعليا هي أكبر كارثة على تاريخ الأردن. أوكي، اللي هو الزلزال اللي صار أثر كثير أكيد على، وأتوقع يمكن مع بعض هاي المعابد راحت مع الزلزال وأمور كثيرة. وبعدها كمان الإنسان، يعني الإنسان جار على هاي المناطق، لما تجي على العهد الإسلامي استخدموا الحجارة القديمة وأخفوا معالم مباني قديمة، لما تجي على العهد العثماني حتى القلاع العثمانية كلها أغلبها الحجارة المخذينة من الآثار، ولما تجي على جدودنا تلاقي زي أم قيس عاملين مضافة فلان الحسبان، وعاملين مضافة فلان الروسان، كلها كمان كانت إعادة تدوير وإعادة استخدام للحجارة الأثرية، الحجارة السابقة يس. يعني كانوا يستخدموا ما موجود عندهم، ما دام في حجارة موجودة كانت أسهل يعتبروها، يمكن ما كان ينظروا لها مقطوعة ومخلصة وجاهزة بس يس. صحيح، لأنه هذا البروسس إنك تجيب الحجارة وتقطعها مش سهل، يعني في وقت صعب جدا، وخاصة الحجارة اللي يمكن الحجارة المنطقة، ولما يكون جايب لك يعني بعض الحجارة كانوا يجيبوها من أماكن أخرى لجمالها، مثلا الحجر الأسود ما كانش أعتقد موجود بعض منه في الأردن، وجابوه من أماكن ثاني
وأعطى رونق للمباني، فهذا كان له رونق خاص. حتى كان في عندنا يعني أعمدة تجينا، كانت يعني تخيل إنه في أعمدة تم صنعها في اليونان وبالبحر يجيبوها لمناطقنا. برضو زي ما حكيت أنت، الحجر البازلت الأسود كانوا يصنعوه في مناطقنا على أشكال حلوة وكذا ويصدروه لليونان. فكان التبادل التجاري تبادل قوي جدا، خاصة مرحلة تقريبا 200 قبل الميلاد لغاية 200 ميلادي، هذا كان فيه تجار وتآلف وتعارف بين كل الشعوب. بتعرف أنا بدي أحكي لك قصة صغيرة هيك قبل ما ننتقل للمدينة اللي بعدها. بقول لك كل العالم بيستورد من الصين، إلا الصين بتستورد من مدينة عربية واحدة وهي الخليل، بيصدرون حجارة. الخليل بيصدروا حجارة، حجارة بين الحجارة بقصقصوها وبيصدروها للصين، لأن الصين ما عندهم كميات كبيرة من الحجارة، فعلى نقل الحجارة يعني أهل الخليل لا قدر على الصوائد غير الخلايلة. بننتقل للمدينة الأخيرة في حلقتنا اليوم اللي هي أحد مدن فلسطين المحتلة. تفضل. مدينة سكايتوبولس أو نيسا سكايتوبولس، هذا الاسم القديم لبيسان. نعم. مدينة بيسان من 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 أروع المدن اللي فعلا واحد يزورها. يعني أنا كون الواحد معايا الجواز الكندي زرت بيسان، ولما تشوف المدن كيف هناك الاهتمام اليهود صراحة بالمواقع الأثرية، وتجي على جماعتنا وربعنا سواء مش بس فقط بالأردن، حتى بمصر بسوريا، المدينة تم ترميمها بشكل خرافي جدا، شكل مبدع جدا، تحس حالك انك فعلا في مدينة أثرية، تفوتها غرفة غرفة تتجول فيها. مدينة بيسان من أقدم المدن الموجودة، طبعا تعرف أريحة بيسان من المستوطنات القديمة جدا في فلسطين، وكانت بيسان شقيقة أو توأم لطبقة فحل في الأردن اللي هي مدينة بيلا. فبيسان وطبقة فحل لهم خصوصية، أنه المسيحيين الأوائل لما كانوا يلجأوا، لما هربوا من القدس وكانوا يهربوا من الرومان، كانوا يتوجهوا لبيسان ويتوجهوا لطبقة فحل ويتخبوا فيها ويتخبوا في مغائرها ويمارسوا طقوسهم الدينية فيها. أشهر إشي مدينة بيسان، القطعة اللي قدامنا هاي اللي عليها الرأس القائد الروماني جابينوس، واضح أنه رأس روماني مش واحد من ربعنا، مش من جماعتنا. والآلهة نايكي على الجهة الثانية. بيسان كانت حامية عسكرية ضخمة للرومان بموقعها الاستراتيجي، كونها جاية بمنطقة مستوية في شمال فلسطين، كان من السهل أنه الجيش الروماني يتحرك باتجاه عكا، يتحرك باتجاه القدس، يتحرك باتجاه نابلس، ويتحرك حتى باتجاه الأردن باتجاه طبقة فحل وأم قيس وهي المناطق. فكانت مركز عسكري ضخم، وبالفترة المسيحية كانت برضو مركز كنائسي ومركز مسيحي ضخم. اسم الإله مرة تانية نايكي، نايكي اللي هي آلهة النصر، اللي هو هذه العلامة التجارية نفس هاي العلامة التجارية لها. الآلهة نايكي تكون زي ما احنا شايفين واقفة ومجنحة، لها جنحان وماسكة بإيدها إكليل الغار دلالة على النصر. شوف كيف الواحد بتعلم، والله بتعلم كل يوم شيء جديد يعني، سبحان الله. رائع. طيب، في سؤال أتوقع أنه حنختتم فيه الحلقة، لأنه صراحة لا يمل ولكن الوقت يداهمنا. لماذا كافة المدن في منطقة جغرافية جدا ضيقة، سوري، جدا في شمال الأردن تكاد تنعدم في المناطق الشرقية من الأردن؟ السؤال مرة ثانية، مش شمال معظم المدن اللي حكيتها كانت في الشمال، ما في بالشرق شرق، يعني ما راحوا على المفرق والأماكن هاي. شرق الأردن حتى بدك تعرف يعني الإنسان لما بده يتحرك بده وين في مي أول إشي. يعني أغلب المدن في فيلادلفيا وسط البلد كان في ينابيع وفي نهر، جرج كان في نهر، أم قيس فيها ينابيع وفيها نهر، بيت راس، كابيتولوس، أرابيلا، كل المدن كانت تتوجه وين في منطقة زراعية، لأنه أهم شيء عندهم الزراعة
والثروة الحيوانية، ومن ثم الموقع الجغرافي نكون مطل ومنطقة محمية. فهذا كانت المنطقة الشمالية كلها فيها هاي خصائص. المنطقة الشرقية كانت عندك مثلا زي مدينة أم جمال، هي عبارة عن مقر تجاري. عندك بصرة الشام هي مقر تجاري، الفدين المفرق مقر تجاري. فالمناطق الشرقية كلها كانت عبارة عن ممر تجاري للقوافل التجارية، أكثر من أنها تكون مناطق زراعية أو فيها مياه كافية إنه السكان يكونوا عايشين في رغد وعندهم مزارعهم وثروتهم الحيوانية بنفس الوقت. أوكي. طبعا يعني إحنا اليوم فقط أنجزنا 6 مدن، إن شاء الله في الحلقة الجاية حنكمل الأربع مدن الباقية، ولكن الوقت يداهمنا. وصراحة أنا يمكن استفدت طن معلومات اليوم من أشياء لم أسمع بها ولم أعرفها سابقا. كان لنا عظيم الشرف استضافتك أستاذ سالم، وأكيد أكيد لازم يكون عندنا سلسلة، لأنه هذا التاريخ الرائع الجميل، تاريخنا اللي لازم نعتز فيه، تاريخ أهلنا أجدادنا وجدود جدودنا. يعني هلا الوقت لما ينزل على عين غزال صراحة بفكر بطريقة أخرى، يعني مش زي الطريقة اللي كنا ننزل فيها نمر مرور الكرام من عين غزال صراحة. يعني يا بارك الله فيك، بعطيك آخر دقائق إذا عندك أي شيء تضيفه. أول شيء أشكرك صديقي وعزيزي ورفيقي في الغربة دكتور جمال، وأشكر كنار على هذا اللقاء، وإن شاء الله نكون في الأيام القادمة نخصص حلقات، لأنه تاريخنا عميق. تاريخنا كثير ناس يقول لك أنه والله الأردن قبل 200 سنة فيش فيها إشي، فلسطين أجوها اليهود فاضية زي ما يحكوا اليهود الدعاية اليهودية، وعشانها فاضية فاتوا فيها واحتلوها. لكن فعليا تاريخنا عميق متجذر قوي، أثرنا، ما كنا على هامش الحضارة. عمرنا كشرق أردن ولا غرب الأردن كنا على هامش الحضارة، إحنا كنا بقلب الحضارة، وكنا منتجين علماء علم الرياضيات، الأولاد جرش وأولاد الكرك، العمونيين المؤابيين والأدوميين، شعوب كانت مؤثرة بشكل في منطقة الشرق الأوسط. فهذا اللي إحنا نحب نوصله للناس، إنه تاريخنا عميق. في كان فترة من الفترات سيطرنا وأثرنا على الفلسفة، على الرياضيات، على الطب، على كل مجالات الحياة. يعطيك ألف عافية. طبعاً أنا بشكرك جزء شكر جزير باسم جميع المشاهدين اللي كانوا معنا باسم كنار تي في. نتمنى إن شاء الله رب العالمين يكون لنا حلقة قريبة قادمة عن نكمل السلسلة هاي، الموضوع الرائع مع الشخصية الرائعة الأستاذ سالم شديفات. حياك الله وبارك الله فيك، نراكم في حلقة قادمة. المحبة دكتور، بارك الله، سلام عليكم.